ماذا تتوقع أن تقول فتاة لشاب لا تريد الارتباط به؟ الضوء هنا، خلينا نشوف شو تتوقعين. ماذا تقول هذه الفتاة لشاب ما تريد ترتبط به بالزواج؟ أني مخطوبة. أني مخطوبة؟ نعم. أني مخطوبة. مرتبطة أو مخطوبة؟ مرتبطة، مخطوبة، مرتبطة، مرتبطة. وأعلى احتمال حتى تخلي الجاي يقمز. خوش تعال شكرا، هات فضلي، يلا فضلي، شكرا يا يمهان. مرتبطة، مرتبطة. إذن ست آية، أيضا السؤال لازم تعرفي جوابه. ماذا تتوقعين أن تقول فتاة لشاب لا تريد الارتباط به؟ أريد أكمل دراستي. أريد إكمال دراستي. السبب نعم أحمد. مثلا يقول إنه هي غير قادرة على الإنجاب. غير قادرة على الارتباط، يعني كزواج يعني أو كعلاقة. خلاص لا تفسرلي. منتلي انطيتني نعم جواب. نعم. والشرح يعني طول، بس أنت قلت لي غير قادرة على الإنجاب، يعني مريضة، يعني عندها سبب صحي يمنعها من الجواب. سبب صحي. السبب الصحي او عدم الانجاب او العقم. صح. لا تشرحونه هوايه، ما يتحمل الشرح. العمر، عمرها مثلا صغيره. العمر، العمر بسبب خطا اول. وست لمياء، نعم شو تقولين؟ ماذا تتوقع ان تقول ان تقول فتاه لشاب لا تريد الارتباط به؟ شنو السبب؟ انه انت معاد، يعني شلون عندي مثلا عندي بالي انه مميزات مهمه للرجل اللي حرتبط فيه. شلعتي قلبي بهذا الشيء. حكاية واحدة. اي شنو؟ اي اي مو قلتي مرتبطه. اي هسه قولي شنو؟ يعني شلون عندي حاطه ما اشياء. ما شلون؟ نعم على طول. اي ايش حاطه؟ مؤهلات. شنو مؤهلات؟ يعني الانسان اللي ارتبط فيه عنده مؤهل. مؤهل دراسي عدم يعني. عدم وجود مؤهلات خطأ. خطأ، هذا الخطأ الثاني. الشرح لا ينفع. الإجابة المحددة، العقم، العمر، الدراسة. نعم. التكافؤ الاجتماعي. التكافؤ الاجتماعي. أي. صح. بعدنا أربع احتمالات. و يعني عدم وجود تفاهم بين الشخصين. عدم التفاهم. عدم الانسجام. عدم الانسجام او التفاهم.